احنا اليوم مؤمنين في ساحه افريقيا ساحه جان دارك. عملنا سيسيون تاع البوك كلوب اليوم الاربعاء 3 اوت دي فاسون سبيسيال خدمة سيسيون في القهوه. شنو رايك في السيسيون تاع اليوم؟ تعديت بالكدا، الامبيونس حلوه برشا اون اكستيريور، ونسمع اليوم بالزهر جاتنا باهيه، وان شاء الله نعاودوها مره اخرى هوني. والله جو عالمي، اجواء اوروبيه في الحديقه هنا، ثقافي زاده ما بين لي سونتر كولتيرين تاع اسبانيا والمانيا وايطاليا، وتناقشنا وعملنا ديبا حلو. يعطيكم الصحه. بون لسباس مزيان، اون بلوس الاهم حاجه هي الكونتوني نتاع الديسكسيون اللي صارت، صارت ديسكسيون فاريه على الاخر، مزيانه ياسر. كيما نقولوا معناها لسباس والكونتوني كانوا اون اديكواسيون، حاجه مزيانه ياسر. اليوم قاعده مزيانه، لسباس مزيان، نشوف برشا عباد تابعوا فينا على الفيسبوك، كل ديما اول اربع من اول الشهر يجوا مرحبا بكم، جيبوا في ايديكم شويه تاي شويه حلو شويه حلو والكتب. انا سبيس عجبني على الاخر، انا اول مره نحضر وشفت على الاخر ما ندمتش الجمله اللي جيت، وان شاء الله معناها ديما يجيو برشا عبيد يحضروا بكباب، خاطر فريمون كيف تشوفوا جاونا احلى جرب. بلاصه مزيانه، كلاب بقطات صايت يجري، والناس ما تحفونا برشا كتب اللي ما خلطتش، كان كتاب واحد للاسف المره هذيا. مرحبا بكم الناس الكل هنا، وان شاء الله نتقابلوا حد اللي ما جاش ان شاء الله نتقابلوا. كل عاده حنتقابلوا مره في الشهر، كل برومي ميركادي نتاع الموا، الحكايه مكتوبه، الحكايه مفتوحه للناس الكل، وهنا بدلناها تو مع شي قهوه ولينا في بارك ببليك طير على الاخر، حتى فيه انمي، ناس تلعب الكوره، ناس عامله الجو. وخذينا تو سامبلمون عملنا ليفينمون تاعنا على البنك هذا، معناتها تقول لك اي الربع الجايه، وقتاش الربع الجايه شنو شنو الدات نتاعها؟ ميركوردي 11 سبتمبر. 4 سبتمبر. وعندكم زاد تنجموا تجيو لارينا بوك كلوب، وقتاش ارينا بوك كلوب؟ ان شاء الله نهار الخميس 11 اوت، مرحبا بكم في ارينا ان شاء الله. وين بالضبط؟ حي الغزاله، تلقاو لي في الموعد على الفيسبوك، حطوا الباج ارينا بوك كلوب على الفيسبوك تلقاو لي، تايكل مرحبا. ميرسي.